نروح لجولة تانية. يلا بينا. جولات مستمرة بيتم تنظيمها لمعرض كتاب القارية من أجل تعميمه على أكبر عدد من القرى في الإسماعيلية. طبعا تنظيم المعرض بيتم تحت إشراف وزارة الثقافة، وفرع ثقافة الإسماعيلية بيتولى المتابعة. وبيتضمن المعرض كمان ضمن فعالياته تنظيم ورش عمل لتعليم الرسم والمشغولات اليدوية وغيره وغيره من المهارات. معانا عبر الهاتف الأستاذة شيرين عبد الرحمن، مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، نتعرف منها على تفاصيل خريطة إقامة المعرض بالقرى ومدى الإقبال عليه. أهلا وسهلا بحضرتك، برحب بيكي، صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير عليكي. يعني في البداية عايزين نوضح كده مفهوم مبادرة معرض كتاب القارية، بيشمل إيه؟ وهل في كتب معينة بيتم استهداف تواجدها في المعرض؟ والله هو طبعا وصول الثقافة لمستحقيها في الأماكن المحرومة، ده هو الهدف الأساسي، وصول التنمية الثقافية الحقيقية لمستحقيها. طبعا كل المدن فيها ما بين قصر ثقافة وبيت ثقافة ومكتبة، ولكن في قرى كتير محرومة وبيطلع منها مواهب وأطفال عندها كمية وعي وإبداع و حب للقراءة وحب للرسم والموسيقى وعندهم شغف. يعني هم عندهم شغف لأن هم محرومين، فالإنسان اللي هو بيحس إن هو الحاجة دي مش موجودة عنده بشكل مستمر، غير طبعا أبناء المدينة. يعني الطفل تلاقي الطفل معهوش التابلت، معهوش الأيباد، معهوش، عايز يعرف حاجة جديدة، عايز يقرأ، عايز يرسم، عايز يتعلم موسيقى، عايز يتعلم شغل بالخرز، عايز يتعلم شغل بالطرق على النحاس. نعم. حاجات كتيرة قوي. وهم الأطفال بتشجع المدرب اللي موجود نخرج كمان اللي جواه من كتر الشغف اللي موجود معاه جواهم والطاقة اللي عندهم، هو بيقدر كمان يطلع اكتر ويبذل اكتر لانه هو حاسس قد ايه هم شغوفين ان هم يعرفوا. نعم. طيب دكتوره شيرين، يعني عاوزين نعرف ايه الاعمال اللي بيتم تنظيمها ايضا ضمن فعاليات المعرض بجانب القراءه ومعروضات الكتب المختلفه اللي حضرتك ذكرتيها؟ يعني هو طبعا بص، اولا انا بس بقول ان الكتب كلها باسعار زهيده، ده رقم واحد. يعني في متناول الطفل من مصروفه اليومي، لانها الكتب اللي مدعومه من وزاره الثقافه، ووزاره الثقافه حريصه على ان هي طبعا تدعم الكتب، بتطلع باسعار ما بتتعداش الجنيهات يعني. نعم. وكلها كتب مدعومه عشان يقدروا يشتروها ببساطه وسهوله. يعني الكتاب مثلا يعني سعره لا يتجاوز 10 جنيه، في بقى 2 جنيه وجنيه واكتر حاجه، ده رقم يبقى كبير جدا، 10 جنيه. يعني هي كتب كلها ما بتتجاوزش الجنيهات. نعم. هايل. طبعا ده بيسهل على يعني على المواطنين ان هم يقروا يعني اكتر. يعني اللي عايز ياسس مكتبه كامله وعناوين مختلفه كتيره، مش ب 100 جنيه ممكن يعمل مكتبه، ده 100 جنيه ممكن يعمل مكتبة كاملة عنده في البيت. طب احكي لنا بقى يا أستاذة شيرين، هل في وجه ترابط بين تنظيم المعرض بالقرى ومبادرة حياة كريمة؟ طبعا ما هي حياة كريمة مرتبطة بالقرى الأكثر احتياجا وفقرا يعني، ومحرومة، القرى المحرومة، فاحنا بنشتغل على نفس القرى دي ونفس النهج ده، ان احنا هي الثقافة جزء من التنمية، التنمية الحقيقية بتبقى برضو تنمية ثقافية كمان. احنا الوصول للقرى دي، وتقريبا كل القرى مشمولة بالبرنامج بتاع حياة كريمة. احنا ده شيء عظيم يا دكتور، ونتواجد معاهم بالشكل اللي هو نقدر نوصل له، اللي هو الثقافة. بنعمل هو كان الأستاذ أحمد سألني إيه هي الأنشطة، يعني بنعمل ورش للرسم، بنعمل ورش للمواهب، يعني حد يقول شعر. دكتوره شيرين، يهمني هنا يعني ورش للرسم وورش للمواهب، وهو يعني المستهدف او الفئه المستهدفه اكثر، بنتكلم على الاطفال، بنتكلم على البراعم،
ازاي بقى بيتم رعايه الناس اللي بتلاقي عندهم الموهبه دي؟ يعني في بعض الناس اللي بتبقى موجوده من خلال تواجدكم في الورش بيبقى موهوبه بالفطره، ازاي بتدعموهم بعد كده؟ تمام. هو يعني هم بقى بيعرفوا، انا اغلب القرى دي يقول لك انتوا مكانكم فين؟ نعم. يعني احنا لو عايزين نجي لكم نجي لكم فين؟ فبيبقى نوجهه بقى. انا مثلا عندي بيت ثقافه التل الكبير، بيت ثقافه التل الكبير دلوقتي انا شغاله في قرى التل الكبير، التل الكبير مركز كبير جدا، في قرى كتيره قوي، وفي بيت ثقافه في مديره ناشطه هناك استاذه اميره معها مجموعه كويسه، في فرقه الانشاد الديني، في نادي ادب للكبار، في مسرح، شريحه مسرح بنعملها، في انشطه محاضرات، في ندوات، في ورش للرسم وهكذا. انا بوجه الطفل بقول له انا موجوده في الحته الفلانيه. التل طبعا ليها كمركز كبير في قرى كتيره تبعه، بينزلوا طبعا يقضوا احتياجاتهم من المركز. انتوا احنا موجودين في المكان دوت، هنستناكوا فيه، احنا على طول موجودين في فترتين صباحي ومسائي احنا موجودين. فبيبداوا يعرفوا الاماكن اللي يقدروا يجوها. يعني مثلا انا بعد كده هنقل على مدينه القصاصين، القصاصين برضو فيها كرة كتير جدا وعزب، هبدا اوجههم لمكتبه القصاصين. نعم. طيب يعني يعني حابه اعرف برضو من حضرتك مين اللي بيتولى تنظيم المعرض والاشراف على فعالياته معاكم من الجهات التنفيذيه بالمحافظه؟ طبعا احنا بنتعاون مع مجلس المدينه، يعني في مجلس مدينه التل الكبير الاستاذ حسني النائب المجلس، حد متعاون جدا 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 معايا وبيساعدني، انا بطلب منه ان هو يوفر لهم وسيله انتقال، بيجهز القريه اللي احنا رايحين لها، بيدي فكره لرئيس القريه، بيجهز لنا المكان. احنا رحنا المزرعه، رحنا كفر حسن اشتغلوا في المعهد الازهري رايحين. طب يهمني اعرف يا دكتوره استاذه شيرين، يهمني اعرف هنا برضو المكان، رايحين رحنا ابو عاشور وهكذا. كل قريه طبعا رئيس المدينه بيدي تعليماته لرئيس القريه، بيقول لها ان احنا جاي لك قافله من الثقافه معها معرض للكتب، ده لتسهيل التعاون معاكم بشكل عام، المتخصصين اللي هيعملوا الورش. طيب استاذه شيرين حضرتك سامعاني صح؟ طبعا. عاوز اعرف من حضرتك كل المناطق اللي حضرتك ذكرتيها دي على اي اساس بيتم اختيار التواجد فيها؟ والله انا لما جيت اتكلم مع استاذه اميره اللي هي مدير بيت ثقافه التل، يعني انا عندي في اسماعيليه 12 موقع. نعم. 12 موقع منهم التل الكبير والقصاصين وابو سوير وسبع ابار والوصيه الضبعيه والخشينه والقنطره شرق والقنطره بثقافه الطفل في القنطره شرق والرياح، كلها ديت اماكن يعني تبع الاسماعيليه. نعم. فيها بيوت ثقافه وفيها مكتبات، ولكن انا عارفه مثلا من خبرتي انا من احد العاملين يعني في المحافظه، ان انا عارفه ان التل الكبير فيها قرى كثيره تبع لها، وكانت قريه الظهريه. يعني احنا بنتمنى لكم كل التوفيق في المجهود العظيم اللي انتم بتعملوه، فكره نشر الثقافه ونشر الفكر بشكل عام ودعم المواهب البراعم، المواهب الشابه، المواهب الصغيره، اعتقد دي حاجه مهمه جدا. الاستاذه شيرين عبد الرحمن مدير فرع ثقافه الاسماعيليه، بنشكر حضرتك يا فندم على تواجدك معنا في صباح الخير يا مصر.